تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتجى طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب غفور رحيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وسفير القراء بالدول الإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم
خلق الإنسان علمه Oh,
فبأي آلاء ربكما تكذبان
Oh,
إن في